الحمد لله يا رب اللي شفنا هالنعمة هذه. والله العظيم كنا مش سوينا. ليش بتعيطي يا عمو؟ بتعيط ليش اختك؟ قلت لك هذا من وقتش ما شفتوش؟ من 130 يوم. أنا عم لأولادي اللي قاعد فترة يعني. أول ما جبت زي ما شفت هيك على الخبز. 200 من جابوا لك 130 يوم ازاي قيل لك؟ ليش كنت تصيحي؟ كنا جعانين. يا الله من وقتش مش ماكل خبز؟ كنا نرسم فيه. قديش وصل سعر كيس الطحين إذا كان موجود؟ 2500 شيكل كيس الطحين، الكيلو ب 100 شيكل. يا الله. إذا لقيته. وكيلو الطحين الذرة تبع العلف تبع الدجاج هو اللي احنا اللي بناكله، بنطحنه وبناكل منه. ايش عم انبسطت انك شفت الخبز؟ اه زاكي طعمه؟